نلتقي مع مجموعة من المؤسسات الدولية والمحلية التي تقدم هذه المساعدة من أجل التشاور معهم عن الوسائل الممكن عملها في المرحلة القادمة من أجل مضاعفة الجهود، تخفيف الأعباء عن مواطنينا في قطاع غزة، وخاصة في المرحلة القادمة لابد أن نعمل جميعا على زيادة حجم المساعدات اللي بتروح على غزة. للأسف الحجم المساعدات اللي بروح اليوم على غزة حجم متواضع جدا، غير مقبول وغير كافي. صحيح أنه في معوقات، لكن هذا مش سبب أنه ما نعمل جهد إضافي. ويجب أن ننبه الجميع أنه في مسؤولية من أجل زيادة حجم المساعدات، توفير الأمن اللازم من أجل إيصال المساعدات هو أيضا مسؤولية لابد من الأطراف ذات العلاقة أن تتحملها. نريد أن نبحث معكم ما هي الوسائل اللي ممكن اتباعها من أجل توفير الأمان للفرق اللي تعمل على الأرض، الفرق الميدانية، من أجل تحسين الوضع الأمني وحماية قوافل المساعدات وحماية أيضا الموظفين الإغاثي اللي بتعرضوا لتحديات كبيرة. فبدنا نتأكد أنه في عدالة أيضا في الإيصال والتوزيع حتى نضمن أنه المساعدة تصل لأكبر شريحة ممكنة. واعتقادنا أنه اعتماد السجل المعتمد لدى وزارة التنمية الاجتماعية قد يكون هو أحد الوسائل اللي ممكن استخدامها من أجل ضمان وصول الخدمات والمساعدات لمستحقيها لا أكثر ولا أقل. ضرورة التنسيق، تنسيق أفضل وأكبر بين المؤسسات الوطنية الفلسطينية والوزارات العاملة في هذا المجال وبين المؤسسات الدولية وخاصة مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة الدولية، أن يكون هناك في تنسيق أفضل بين جميع الأطراف من أجل أنه يكون جهدنا المشترك يجيب نتائج أكثر فاعلية ويحقق جزء أكبر من الأهداف. في الجانب الفلسطيني قمنا أيضا ببعض الخطوات اللي إن شاء الله ستساهم في تنسيق أفضل وفاعلية أكثر على الأرض، وعلى أهمها وأهم وعلى رأسها تشكيل فريق وطني من المؤسسات الفلسطينية المختلفة، جهد تنسيقي اللي يزيد الكفاءة وتحسين الأداء في موضوع الإغاثة وتوصيل الخدمات للمواطنين من خلال تنسيق الجهود بين وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة الصحة، وزارة الإغاثة، وزارة التربية والتعليم، وزارة النقل، وأيضا الهلال الأحمر الفلسطيني ودائرة شؤون اللاجئين. نريد أنه المؤسسات الفلسطينية بيناتها يكون في تنسيق عالي، لكن أيضا بدورنا زي ما حكينا سابقا بدنا تنسيق عالي بين المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات الأممية. وبالتالي متأمل من خلال هذا التنسيق أنه نحقق نتائج أفضل. الحرب مستمرة على أهلنا في القطاع، والمعاناة كما تعرفون مستمرة، ويمكن الحادث الأخير في المستشفى يؤكد بلا شك بأنه هذا الاحتلال الإسرائيلي لا ينوي إيقاف الحرب ما لم يرى أن هناك مجتمع دولي موحد وقوي يعمل من أجل إيقاف الاحتلال وممارساته على الأرض.